عن المجاهد اللواء المتقاعد الراحل خالد نزار عن عمر يناهز 86 عاما وسط أفراد عائلته بالعاصمة التي عاد إليها عام 2020. من مواليد 27 من ديسمبر بقرية سريانة ولاية باتنا عام 37، أطلق عليه لقب صقر الجيش الجزائري. صاحب كاريزما عسكرية، عرف بالانضباط والصرامة، وكان من الصقور الرافضة للمساومة ضد مصالح الدولة. تدرج في المسؤوليات العسكرية منذ التحاقه بالناحية العسكرية الأولى لجيش التحرير الوطني عام 58، بعد أن فر من المدرسة الحربية الفرنسية سان ميكسان التي انضم إليها عام 55، ليصبح عام 82 قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة، فقائدا للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 من جوان 87. لعب دورا محوريا في ترتيب البيت عقب أحداث أكتوبر 88 ليتم تعيينه في 10 من جويلية 1990 وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عمر فيه إلى غاية جويلية 93. كان فيه السد المنيع لمنع الدولة من الانهيار، جعلت منه وطنيته وثقافته المتشبعة بقيم الجمهورية شخصية خلدها تاريخ تلك المرحلة رفقة ثلة من رجال وأبناء الجزائر الذين تصدوا أنذاك لتلك النزعة الظلامية التي كادت أن تعصف ببلادنا. صباح الخير عليكم، بونجور اتوتي اتوس. الزول في اللون يتما يسمى الزول مقران، مرحبا اسوان، ان شاء الله ديما ديما تيليم لاباس. الساعة السبت سامدي 18 ماي 2024، مرحبا اسوان. كنت تشوفوا في اسد من اسود الجزائر في خالد نزار، الله يرحم ربك يرحم ان شاء الله. اللي بزاف الناس ما يشتيوش، كانوا بزاف الناس اللي ما يشتيوش يعني يشوفوا واحد كيما هذا صقر من صقر الجيش، كيما قال واحد اللي هزوا الجزائر وما خلاوش الجزائر تطيح. ما يشتيوش، كل واحد يغني بغناه، كل واحد شوفوا جماعه هذو اللي جماعه الفيس وجماعه الارهابيين هذو اللي ما خلاهمش واللي عطاهم درس في التسعينات وما خلاهمش كسوا في التسعينات ولا في الثمانينات ولا وين كان يكون معاهم. علاش؟ باسكو هو انسان عسكري على روحه، هو انسان في الجيش، هو ما كيما قال واحد يعطيو له اوامر يطبقهم، وكيطبقهم هو كيما قال واحد ما يطبقهمش غير شويه هكا برك، ولا يطبقهم كيما قال واحد 5 على 5. ما قبل هذا ما ننساش باش نقسم معاكم قهوتي اليوم، نقول لكم صحه القهوه النون، صحه قهوتكم، بون كافي اتوت اي اتوس. هايلة وهايلة بزاف بزاف بزاف. الوغ الموضوع تاعنا ماهوش خالد نزار، مي سامبلومون كل خطرة نقول لكم واحد صقر من الصقور هادو الناس اللي راهم علاش سون موغ مي إل ديرونج. علاه إل ديرونج؟ باسكو اليوم هادو جماعة الفيس هادو ما صدقوش أن واحد كيما هذاك خالد نزار الشاوي فحل كيما قال واحد قفل لهم البيبان، سكر لهم البيبان اللي يخشوا منها باش يرجعوا الجزائر افغانستان. وراهم بزاف يتبعوا فيا وراهم يسمعوا فيا. او كاين واحد السيد تكلم لي وقال لي ما نعرف يهضر على نزار ولا يهضر الله يرحمه ولا يتكلم على العماري محمد ربي يرحمه، قال لك حقه حقه راهو هرب من الجيش الفرنسي ونعرف واش وضباط فرنسا. وهي من بعد ضباط فرنسا، انت خير من ضباط فرنسا؟ انت واحد مسخ كيما انت، بوخنونه كيما انت، خير من لي زوفيسي تاع فرنسا؟ فاش انت خير من لي زوفيسي تاع فرنسا؟ فاش؟ قول لي ترى فاش في خير؟ في الزين، في اللبسه، في الحطه، في القرايه، فاش انت خير من الضباط تاع فرنسا؟ ايا قول لي، نرجعوا للحقيقه، فاش انت خير من الضباط تاع فرنسا؟ الي قولوا لنا ترى شاري. الي قول لي هرب من 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 الجيش تاع فرنسا، سي نورمال هرب طلع للجيش، سي نورمال انسان مجاهد. هو وسي كيف اسمه سي توفيق ربي يطول في عمره، وكل الضباط نتاع الجيش كامل اللي كانوا في وقت فرنسا، والجزائر كانت فرنسيه. واش تكذبوا على الناس انتم مول؟ الجزائر كانت فرنسيه من 1830، وهما وش يقولوا فرنسا هي اللي تسير في الجزائر، وكنا كما قال واحد الجزائر كامل كانت ناسيوناليتي فرونسيز. شكون اللي ما عندوش باباه كان ناسيوناليتي فرونسيز؟ شكون اللي ما عندوش يماه كانت ناسيوناليتي فرونسيز؟ شكون
كذبوا على التاريخ. فرنسا كانت هي اللي تسير ثم على من 1830 والناس راهي تحارب في فرنسا، ما كاش منها ديجا لا 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 نتاع الاستقلال حاربت كاع لي طون 1954. علاه ومن 1830 حتى 1954 واش كنتو ديروا؟ كنتو تضربوا في الفيولون ولا واش كنتو ديروا؟ علاه ما حاربتوش فرنسا؟ كاع انتم ما تعرفوا علاه ما حاربتوش فرنسا؟ حتى الامير عبد القادر يل سي روندو لفرنسا، وهذو جماعه هذو ما عرفت كيفاش يعيطوا لهم هذو الاخوه المسلمين ولا ما على باليش كيفاش يعيطوا لهم هذو العلماء زعما المسلمين هذو هم كان لي زيكري نتاعهم طلبوا الاندماج ما طلبوش الانديبوندونس، ما طلبوش الانديبوندونس. الانديبوندونس بدات الا في 54، مي قبل 54 وروح حتى 1830 الجزائر كانت فرنسيه. واش راكم تلعبوا فيها انتوما؟ واش راكم تلعبوا فيها؟ ما تحشموش على رواحكم، ما شاك فوا تضروا تهضروا على سيادكم. ها وهذو قتلوا داروا، هذا انسان مامور. ايماجينو انت اللي كنت في الجيش، ها انت كيقول لك اخرج باش تروح دير لوردر ولا تروح دير منا تحط السلاح، يقول لهم لا 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 انا ما نديرش لوردر. نو 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 العسكري هو مدير الشيء هذا، الجيش مدير الشيء هذا، والناس هذو الناس هذو اللي عندهم كيف اسمه حسيفه مع خالد نزار ومع الناس مع هذو الضباط هذو هذو يروحوا يتفاهموا معاهم ليه؟ ما يجيوش يهضروا على الشعب، الشعب يعرف بلي الناس هذو إيزون سوفي لا ريبوبليك، إيزون سوفي لالجيري، وتحية كبيرة إليهم، كو سوا راهم مازالوا في الحياة ولا اللي ماتوا، اللي ماتوا لي زوم نو مور جامي، لي زوم الفحولة الناس الفحولة ما عمرهم ما يموتوا، راكم تشوفوا هنا سي نزار تترحم عليه آلاف نتاع الناس، الفحولة نتاع الجزائريين، ماهمش الناس اللي يحب ترجع لنا الجزائر في أفغانستان، واللي يحب يرجعني الوهابية ويحب يرجع لي الاخر نو جوغيت هذوك ناس خاطيين. يجوني ناس اخرين بالك ماهمش حتى ديزالجيريان، يعني دي فيريتابل الجيريان، ماهمش ديزالجيريان، احفاد المستعمر العروبي، احفادهم مازالوا يتكلموا في سيادهم. هذا حتى ولو يكون ولد فرنسا او ولد اسرائيل او ولد اسرائيل، ومن بعد هاي بلادو، هاي بلادو تسالوا انت جيت انت من 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 من, من شبه الجزيره العربيه تعطينا انت دروس هنا؟ تعطينا دروس انت؟ هي راهو سيدي راهو اسرائيل خلاص، رانا اسرائيل حنا، رانا حنا احفاد اسرائيل، احنا في بلادنا، جاي تعطينا انت درس انت، واش دخلك انت فينا؟ واش دخلك فينا انت؟ يروح تلقى بلادك ليه، رجع لبلادك، ما عجبكش الحال رجع لبلادك، ديغاج كيما يقول الانسان. جاي انت او هذا خالد نزار ولا هذا محمد العماري راه جاو غير في 62، يا سيدي يجيو حتى في السبعينات، وجاو لبلادهم، جاو لبلادك؟ جاو عندك انت؟ دونك اللي بيته مبنيه بالقزاز ما كان لا يحادف الناس، ما كان لا تحادفوا الناس، هذه بلادنا ونديروا فيها واش نحبوا، هذه بلادنا ونتفاهموا مع الانسان اللي نحبوه، ما عندكم ما دخلكم فينا، سي با فوتر بروبليم. دونك هذه جبتها برك على الناس هذو اللي ساعه يبعثوا لنا كومنتير باسكو يتبعوا فينا ارهابيين، كيما واحد البوخنونه قبيلت اللي يقول لي انت تقول راك قاعد تكفر، راك تقول القران كتبوه العرب، ها شكون كتبوه؟ شكون كتبوا القران؟ كتبوا انا؟ كي سي كي راه يكري القران؟ كي سي؟ قول لي تراه يا الفهم يا الانسان الفهم، قول لي النبي عليه الصلاه والسلام وكان امي ما يقراش هو اللي كتبوا؟ عنده الوقت هذاك الكمبيوتر وعنده الوقت هذاك الاخر وبدا يكتب، يا اخي الوقت هذاك ما عندهمش حتى حتى كيف اسمه لي باج ما عندهمش، كانوا يكتبوا مع باليش حتى الكتابه ما يكتبوش، شكون كتبوا؟ كتبوه لي فرونسي ولا كتبوه لي ايطاليان؟ شكون كتب القران هذا قاعد تفهم يا سي يا سي فاهم يا اللي تبعث لي وتكتب لي وتقول تقول انت بلي القران تكذب وتقول القران كتبوه العرب، شكون كتبوه؟ فهمنا فهم، اكتب للناس قول لهم قول لهم بلي هذا السيد هذا راهو قاعد يتمسخر، يقول لهم بلي القران كتبوه الور كو راهو هبط من عند ربي مكتوب، هيا جيب لنا كيما ما كتبوش العرب، شكون كتبوا؟ كتبوا لي فرونسي؟ قلنا بلي كتبوا لي فرونسي، كتبوا لي زاميريكا ولا كتبوا الهنوده؟ علي قول لي يا اخي، قلنا شكون كتب القران؟ جاو ما كتبوا العرب، شكون كتبوا؟ شكون؟ سبحان الله العظيم، كي ما تعرفش حاجه روح تقرا، روح تعلم، روح خمم، روح خدم مخك، استن بلاص فهم، كيفاش بلاص فهم؟ باسكو انت متبع الدواعش نورمال تقول لك تقول كيفاش يهضر هذا؟ ها واش حبيت نقول لك؟ راه هبط من عند ربي ايفري مكتوب فيه القران وحنا رحنا هزيناه ورحنا هزيناه بداو يكتبوا فيه الناس؟ مينو؟ هذا وحي وحتوحى عند سيدنا محمد اللي كان عربي واللي كانوا بحذاه ثم عرب، ومن بعد ما تكتب بعد ما تكتبش ثم ديجا تكتب في الاف السنوات. كتبوه شكون؟ كتبوه العرب.
سبحان الله. جي انت واحد كيما انت ما تعرفش ولا حاجه اخرى، انت تخرف علينا انت اكتوبر نعد لكم يا دو جوغ ولا تخوا جوغ دي مانيفيستاسيون. مانيفيستاسيون داروها في 2019 حتى 2021 في التحرك، في التحرك جايك تبي يقول انت تكذب على الناس. اي 91 الكذاب، اكبر كذاب هو انت، اكبر كذاب هو انت. احنا الحمد لله انا صحفي ما نجيش نكذب حتى للناس اللي راهي في اللي راهي في علاه الناس هذو اللي شاركوا في المانيفيستاسيون كيشوفوا روحهم ما يقولوش السيد هذا يكذب، هذه في التسعينات ها نجمو نديروا حنا شي هذا. ها من الناس اللي شاركوا في لي مانيفيستاسيون هم على بالهم باللي سيتي 2019 حتى 2021 في التحرك تاعك، كيفاش نروح نكذب انا؟ كيفاش اكبر كذاب انت وجاو تتهموا الناس صهاينه؟ اكبر صهاينه انتوما، ما تجيوش تكونوا صهاينه ديجا، خاطر الصهاينه سيادكم لي سيونيست سيادكم. نعم لو كان ماهمش لي سيونيست انتوما اليوم راكم تشربوا في بول البعير. كثر خيرهم هما داروا لكم الدواء وداروا لكم دولي بران وداروا لكم الحوايج تداويو بهم وتبلاقيو. نحيو عليكم لا بلاك اللي هي خليوها لهي، والله ماهمش اليهود وماهمش الامريكا وماهمش لي فرونسي وماهمش منا. اليوم راك تداوي بالبول تاع نتاع البعير، خديكم من لا بلاك اللي هي. دونك نروحوا للموضوع نتاعنا. هو البارح كان فيها هذه مقابلة ما بين كرة القدم ما بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر. هذه نسميها هنايا معطلة الرعيان. تعرفوا شنو هي معطلة الرعيان؟ معطلة الرعيان صدير ذيب كيحب ياكل الخرفان واش يديروا؟ يروحوا يديروا له هيك شنو كان حاجه مع يعطلوا بها الرعيان باش يضلوا يشطحوا ولا يضلوا يغنيوا ولا يديروا حاجه اخرى، والذيب يروح ياكل كل شيء. هذه هي نتاعنا احنا، هذه سي ميم شوز. احنا قلنا وعاودنا وتكلمنا وقلنا يا ناس راهي الجزائر راهي تعاني، البلاد راهي تعاني، بركاكم من الكذب على الناس، بركاكم ما تهفوش الناس. البارح مقابله ما بين مولوديه الجزائر واتحاد الجزائر شافوها الناس كامل، مستوى ضعيف وضعيف جدا. واش شفتوا نتوما البارح المقابله نتاع الجزائر نتاع المولوديه وليشما؟ شفتوا ليشما كيفاش راهم يباركيو من لي 18 متر بليزاكروباسي وشفتوا كيفاه اللعب هذاك الجماعي هذاك واللي بيت كيفاه الشبكه تهز وكيفاش لو جو هذاك التكتيك وكيفاه من شفتوا؟ ريوس يا اخي شفتوا البوس بالون كيما قال واحد دز دز لقدام مع عثمان، هذا واش شفتوا؟ واش شفتوا؟ كيسكو زافي فيو؟ كيسكو زافي فيو؟ وزيد لو نيفو نتاع الجزائر نتاع الشامبيون نتاع الجزائر نيفو فارغ، نيفو فارغ خلاص. كاين سوا الاول ولا ولا الاخر، ها من الاخرين من المقام. روحوا شوفوا مولوديه الجزائر كي لعبت مع خنشره سي لو ميم نيفو بريسك. روحوا شوفوا المسياكه هذه مولوديه الجزائر كي لعبت مع البيض كي لعبت مع مقرا، روحوا شوفوا كيفاه ليش ما كي لعبت مع مقرا كي لعبت مع هذا الفريق تاع مقرا والفريق تاع خنشام يعانيو لتحت سي ميم نيفو، ما كانش حاجه كبيره، ميم نيفو نيفو فابل خلاص خلاص. خلينا من هذا كامل، خلينا من هذا كامل. الناس اللي يهبلونا هو البارح والوالي نتاع العاصمه يهني المولوديه ووزير الشبيبه والرياضه يهني والرئيس الجمهوريه يهني يا سيدي انت التهنئات هذو كامله. واش فزنا ب ب ب ب, ب واش يقولوا بكأس افريقيا للانديه البطله ولا؟ واش التمسخير تاعكم هذا؟ انا عمرنا ما شفنا كيماك. داو الناس كي سوا جيراننا ولا في الاخر في الاخر يديو الناس الشامبيونان، عمرهم جامي جامي هذا الشيء هذا، جامي هذو المسؤولين يدخلوا في السياسه ويظلوا التهنئه شغل حاجه كبيره، شغل حاجه كبيره ما كاين والو، سي شامبيونان فارغ خلاص. واش فيه هذا؟ تدي لمسيا لوسما لمسيو خنشلان سي شامبيونان فارغ فارغ. واش 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 راكم تمسخروا على روحكم هذا؟ وقلنا لكم يا ودي لو نيفو نتاع صدير مش غير في السبور يا كلش كلش في الجزائر كلش هف كلش هف، ما كان والو حاجه مليحه، ما كانش سيكتور مليح، سيكتور ما كانش. نجيبوها سيكتور بسيكتور قدامكم نعطيكم بلي ما كانش سيكتور يمشي مليح. نبداو حتى بلا سونتي، لا سونتي تعاني، راه الناس تروح للسبيطارات تموت، عاد الناس تخاف ما تدخلش ليزوبيتو يمكن يقتلوني. وزيد لا بروف لا بروف، لو كان جات السبيطار مليح لا رئيس الجمهوريه يهز قرار يبعث هذيك لاكتريس يبعثها لاترونجي، ها هو هذا لي زوبيتو تاعنا مليح. هسي كاع راكم تقولوا هكا صار، انتم العائلات نتاعكم وانتم والناس اللي تحبوهم تبعثوهم لاترونجي،
وجا لي سيتوان تقول له هاي المنظومه الصحيه نتاعنا واحده من كيف اسمه لون دي ميور موند. اه بون المنظمه الصحيه لون دي ميور موند، وكي يصرى لنا مشكل لبنائكم ولا لاولادكم ولا انتوما ولا اون اكتريس ولا انسان تعرفوه تبعثوه ليترونجي. من تمسخروا يرحم والديكم، من تمسخروا. الخطر يفاد قدا عندنا قلنا لكم باللي حتى الرياضه راهي تعاني، رانا نعانيو في الرياضه نعانيو. خطر فريق لكرة القدم نتاع البنات عطاو له 14 هنا في الجزائر، هنا 14 عطاو فريق تاع نيجيريا ولا ما عباش شكون فريق، عطا الفريق تاعنا النسوي 14. وقلنا لكم يا ولدي رانا نعاني، ولازمنا يفوتغي ترافايي من لي بروفوندور، يفوتغي نجيو من تحت خلاص ونبداو نطلعو ونديرو، لازمنا لا فورماسيون ولازمنا بزاف حوايج. انت كاع اللي في لي زونيفرسيتي راهم يجوز لا يجوز، في ليزيكول يجوز لا يجوز، تحب دير انت يا فريق وتحب انت يا تلعب وتحب انت يا دير الناس يكونوا عندهم قاريين وتحب الناس يدير، ما تنجمش تو بو با. اذا حبيت تخرج الناس لازمكم تبدا من تحت من ليزيكول من لي بريمير، وتبدا الناس تخليهم يخدموا، تخليهم دير ليزيكيب يبداو يبارتيسيبي ويديروا منا باش باش نخرجوا دي جوار، نخرجوا ناس تلعب كرة القدم، نجيبوا دي زونترينور من برا يعرفوا مليح الفوتبول، يديروا لنا دي زيكول دو فوتبول، يديروا لنا كلش. وين نجيبوا لهم دي زيكول دو فوتبول اللي نشوفوا فيهم احنا؟ وين هما؟ اش ما عندنا؟ اش ما عندنا؟ عندنا نتاع بارادو بكري هما نبعثوا الناس لاوروب دوكا، ولاو تبعثوهم لقطر باش يجنسوا خلاص، والسعوديه باش يجنسوا، ما عادش حتى الفريق ما عادش يعول عليهم. وين دي زيكول اللي عندنا؟ علاش تكذبوا على الناس؟ بوكوا فو مونتي؟ بوكوا؟ سبحان الله العظيم. والبارح دون ديري لبسيه هذه راهي دات ما على باليش انايا لا كوب دافريك دي 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 دي, دي كلوب فانكر دي, دي دي كوب، ولا راهي دات لو شامبيونا دافريك، ولا دات يا ودينا الريح. واش دينا يا ودينا الريح؟ ما دينا والو، ما كاين والو. هاد الناس هادو داو شامبيونا تاع الجزائر فارغ فارغ. ودوك تشوفوا دوك ترجعوا لي الخبر نهار نتلاقاو مع الاهلي المصري ومع وراحوا يلعبوا المولوديه مع الاهلي ولا مع الزمالك ولا مع الترجي التونسي ولا مع كان شي كيب، وترجعوا لي الخبر تشوفوا. فوزالي فواغ، فوزالي فواغ كيفاش تحب نوليو نعانيو ويوليو هاد لي سيبورتار تاع البارح هادو 60000 اللي جاو هادو يبداو يطيحوا في الدموع باسكو حنا فرغانين. البارح اللي الكيب تاع البنات موان دو 17 وقيلة ما عرفوا شي هو، جاتهم ايكيب تاع المروك مساكن حتى هما مستوى ضعيف، خلاص عطاهم 4 مستوى ضعيف جدا تاع المروك، اغلبك ب 4 في هنا في الجزائر، وجاي تقول لي ملا كنت تروح تلعب مع كان شي كيب في المونديال ولا نروحوا جاب ربي ما تاهلناش المونديال ولا مع ولا في جاب ربي، سينو كانوا يهزوا بالشكاله ويبعثوا لنا في الشبكه نتاعنا. رانا نعانيو يا ناس، علاه تكذبوا على الناس؟ بوركوا؟ حبسوا خير، ديروا كيما دار القدافي خطره حبس الفوتبول ما على باليش قداش عامين وثلاثه عنده الحق، كان عندي الرايه نتاعي منين تروح يبخسوا بينا من وين نروحوا يمنمدونا. حبس الفوتبول قالك نلعب هنا فلات، ما نروحش ما نزيدش نلعب حتى نكون فريقي سينو ما نزيدش نلعب. حبسوا ديروا كيما دام ما نجمتوش تكونوا كيما قال واحد دي زيكيب بيرفورمونت، الناس اللي تقدر تعول عليهم وكذا ومنها. واش تقول لنا غلبت لي شمال الاهلي في السعوديه الدولة كوب كيما قال واحد بالك اكسيدون، لو كان زيدوا يعاودوا معاهم 1000 مرة ما يغلبوهمش، يعاودوا معاهم 1000 مرة ما يغلبوهمش. ما كانش احنا فرغانين، بركاو بالتمسخير بالبلاد، بركاو بالتمسخير، ما تهضروش بالعاطفة. أنا قلت لكم اليوم لو كان أنا جزائري نتكلم بالعاطفة نقول لك بلي لو كان نتلاقاو مع الألماني ولا نتلاقاو مع فرنسا ولا نتلاقاو مع أي كيب نعطيهم 10، نعطيهم 10. علاش؟ باسكو أنا جزائري، أنا راني مع بلادي مانيش معاهم هما، هذا بالعاطفة. بصح لو كان نهضروا الحق ونهضروا الصح نقول لك ما كان لهم نلعبوا. أه ما نلعبش واحد مع دي زيكيب أضعافهم يعطيونا بالربعة ثلاثة نروح نلعب أنايا الآخر. غير شوفوا لا كوب دافريك اللي شاركنا فيها، لي دو ديرنيير كوب دافريك اللي شاركنا فيهم في الكامرون وفي لاكو ديفوار، يعطيكم الخبر بلي رانا نعانيو. وكان خطر تجبدوا لنا لاربيتر ما عرف كيف اسمه هذاك الجوار نتاع الكامرون ما عرف شكون، حالوا علينا لا كاف وين نبقاو ديما احنا نحطوا في السبايب. احنا فرغانين فرغانين كيما قال واحد، ما تخلقوش روحكم نيفيد او نيفيد لا غالب فو تستعرف، روح تخدم روح تخدم روح دير لا فورماسيون. حنا بكري في السبعينات ولا نشفع عليها مع كي رحنا لا كوب دي موند واقيلا في 82 برك،
في 82 برك عندنا شامبيونا اون ديري لوروب في الثمانينات. هم الناس اللي حضروا الثمانينات يقولوا لكم تعطي السي ار بي نتاع الثمانينات ولا لمسيا هذاك تاع الوقت هذاك مع الباشي باشطا بطروني دراوي زنير يغلبوا يروحوا لتونس يغلبوا تونس يروحوا للمغرب يغلبوا المغرب يروحوا وين يروحوا سي دي زيكيب يفلقوا لا جي اس كا تروح تجيب لي تروفي من 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 ادغال افريقيا يجيبوا لي تروفي. اليوم ما يلعبوا على المانتيان تجي تقول لي الفوتبول نتاعنا راه لاباس عليه تمسخ بينا ولا تمسخ بروحك راك قاعد راكم قاعدين تتمسخروا برواحكم وتتمسخروا بالشعب وتتمسخروا بالبلاد راكم ماكمش ديروا في حاجه مليحه هذه او تهاني وكلاون وشغل بيك زبر ربحنا لا لا ما عرفوش ربحنا واش ربحنا واش دينا واش دينا انت صورات راك كامله تصرف على هذا الفريق هذا بالملاير كيما قال واحد جايب عندهم كلكو جوار مساكن يشوفوا على عمرهم كيما قال واحد يعرفوا كيفاش يبلوكي البلوطه صايي انا صار دوك شوفوا العام الجاي يحييكم ربي نلعبوا المقابلات مع تونس ولعبوا مع المغرب ولعبوا مع كيف اسمه مع الكاميرون ولعبوا مع فوزالي فواغ فوزالي فواغ كيفاش في 5 جوية ما نجموش نقلبوا حتى ايكيب ايكيب ضعيفة ضعاف خلاص واش بيكم هذا حتى ليكيب ناسيونال حتى ليكيب ناسيونال ربي يستر ربي غير مرة ما نتكاليفيوش هادي نقول لكم الحق تبهديلات ما عندنا والو راحوا جابوا لي مدرب ويدير لي في السياحه على الجزائر او يدير في السياحه الناس يتبريباري في ليكيب نتاعو يروح يدير يجيب يجمل لي جوار كيما راح يدير دي ماتش بيكو منا ولا منا باش يشوف المستوى هو راه يضر لي راه في خنشله راه في وايت سوف راه واجي دير لي جي دير لي سياحه هنا ولا واش فيكم هذا واجي دير لي سياحه في بلادي ولا سمع محمد حنا عينك عليك كيبراسيونال باش دير خلي الناس يخدموا لي سيليكسيون يخدموا يجيبوا لك لي جوار الملاح اللي يعني كان جوار ملاح بلي سيليكسيون يقدموا لك لي جوار وانت خير لي جوار واذا ما عندكش شوف جيب لنا لي جوار من برا كيما قال واحد اذا عندنا لي جوار من برا واش جاني انا رايح لي تبسه رايح لي الملبواغي رايح لي رايح لي الخنشله رايح لي واش هذا دير لي في السياحه ولا سبحان الله كلش نتاعنا يا جماعه متركب على الخداع كلش نتاعنا متركب على الخداع ما كان والو والبارح مدارين لي والله البارح كنت تشوفوا يعني والله هذوك لي شان تاعنا هذوك في حاله يا اخي والله وانا نضحك على بالك نشوف كيما هكا ولا غير نضحك ولا غير نضحك علاش باسكو نتوما قاعدين تضحكوا على الشعب شوفوا في هذا مساكن هذو تاع هذو الفريق تاع لمسيه مساكن هذوك اللي طلعوا في التليفون هذوك 60000 ولا ما نعرف واش هذوك مساكن ما على بالهمش ما يعرفوش حتى البلوطه والله لا يعرفوا البلوطه بالك ما على بالهمش حتى راهم اذا راهم في ستاب والله بالك الوقت هذاك والله لا على بالهم والله بالك هذاك والله لا على بالهم الوقت هذاك يعني هاجيج وابا بابا وهذاك وهذاك لا لا والفليمي جان وما نعرف واش يوان ديري رانا لعبنا روتور مع الزمالك المصري ولا مع الاهلي المصري ورانا غلبناهم بثلاثه بشفر ولا ولا كفر يتهني فينا والاتحاد الافريقي راه يهدني فينا والناس راه ما كانش ماشي تمسخروا بمروحكم هذا تمسخروا بمروحكم سبحان الله شغل واحدة مسكينة ما عندوش الماكلة ما عنده والو أو حاكم طرف خبز منا وطرف خبز منا وياكل في الخبز بالخبز ها ويقول أو لا 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 أو الخبز هذاك يحس فيه باغ إكزومبل فروماج ولا يحس فيه حاجة هكذا ولا منا يا ولدي ما كاين والو ما تمسخروش بالناس روحوا يفو ترافايي باش دير فريق مليح يفو ترافايي لازمك تروح تجيب دي ناس يعلمونا في الفوتبول لازم دي تكنيسيان لازم الناس تبدا من الاول من لي زيكول دير دي فورماسيون من لي زيكول تاع لي زيكول نتاعك تربي فيهم دواعش تجي تحب دير لي فريق نتاع كرة القدم انت دير لي دواعش لو كان صح لو كان نديرو كونكور تاع الدواعش نخرجوا حنا الاولين هذيك على بالي بها الجزائر هي الاولى دواعش هذه الاولى يجوز لا يجوز وفي كيرادو حنا الاولين حنا الاولين مي بالو ولا سونتي ولا ترونسبور ولا ترونسبور رانا نشوفوا على روحنا رانا نشوفوا على روحنا الناس عندها تي جي بي تخبط رايحين في لي كاتر كوا دي بي كيما قال واحد تي جي بي رايح جاي حنا عندنا تران يمشي بالكوك والله يا سيدي الي ا توت ا لور